السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام. مكملين إن شاء الله إحنا في دارة التبريد، وكنا قد وصلنا في المحاضرة السابقة إلى الانتهاء من شرح الدارة بشكل عام. طبعا دخلنا المحاضرة السابقة بالتفصيل شو اللي بيصير معنا خلال هذه الدائرة بالنسبة لموضوع تغير حالة الفريون بالنسبة للضغط وبالنسبة للإنتالبي. طبعا احنا راح نكمل ان شاء الله في هذه المحاضرة. راح نرجع نقول انه احنا عندنا هذا الكمبرسر وهذا الكندنسر وهذا صمام التمدد، وهي عندي الافبريتر او الوحدة الداخلية، وقلنا انه الدارة عبارة عن دارة مغلقة ويتم سحب خروج الفريون بحالته الغازية المحمصة والدخول الى الكمبرسر. يقوم الكمبرسر برفع الضغط ودرجة حرارة هذا الغاز، وبالتالي هون بصير عندي محمص اكثر، بصير عندي هون احنا راح نسميه سوبر هيتد، تمام، وبيدخل عندي الى هذا الكوندنسر محملا بالطاقه الحراريه الانتالبي اللي بيكون مسحوب عندي من الغرفه، وايضا عمل الكمبرسر يتم التخلص من هذه الطاقه بواسطه هذا الكوندنسر، حيث تسحبه المروحه وتطلقه الى الهواء الخارجي الذي يستلم هذه الطاقه ويتحول فيما بعد الخروج هذا الغاز الى سائل بشكل كامل لا يحتوي طاقه حراريه او لا يحتوي الطاقه الحراريه التي طبعا تم استلامها، بيرجع لحالته الطبيعيه ويدخل الى صمام التمدد حيث يتم تنزيل ضغطه ودرجه حرارته والدخول كسائل او رذاذ السائل الى الوحده الداخليه او المبخر، وتبدا هذه الدوره بالدوران. طبعا قلنا هون احنا لما يدخل عندي للكوندنسر يبدا بالتغير من بدايه دخوله ويستمر بالتغير حتى يخرج عندي على شكل سائل، وبالمقابل نفس الشيء عندي بيدخل، لما يدخل هو من بداية دخوله يبدأ بالتغير والغليان بشكل تدريجي حتى يخرج عندي على شكل بخار محمص. هاي بالنسبة لإدارة التبريد.